من مدينة الحلم وجمال الطبيعة تكزرت المتوسطية، واحدة من أحلى مدن شرق العاصمة الجزائرية تيزي وزو، ولاية القبائل الكبرى ومدينة أهل الفن والرسم والأدب والإبداع القبيلي، منها انحدر ابن حسين داير. ابن لبيا لا يتحدث الأمازيغية، لكنه أتقن منها كلمته الأولى تاكورت، أي الكرة، مع أولى خطواته في بيت والده حيث ترعرع معه حبها. ومع انتقال العائلة لفوبون، حي آخر من أحياء العاصمة الجزائرية، كان الوالد رزقي يدخل البهجة لقلوب أهل حسنداي مع كل وردة معروضة في محله الصغير، فوهبه الله زهرة في جمال زهور نبتة إزو الصفراء، المعنى الأصلي الأمازيغي لاسم مدينة تيزي وزو. فكانت نظرات ابنه الصغير الثاقبة من نافذة في محل الزهور تسبق سرعة الكرة المتدحرجة على أرضية ملعب البولولين القديم، وسبقتها أحلام كبيرة كانت تدور في رأس الساحر الصغير إلى ملعب 20 أغسطس، والذي كان وحده شاهدا على بداية تطفو. ولم يكتف ابن حسين داي بأحلامه تلك لتأخذه بعيدا عن ربوع الجزائر. لأنه فنان مبدع على طريقته الخاصة في الميدان، ولأنه جمع المجد من أطرافه، فقد بات العربي الوحيد ملكا للقارات الأربع، متربعا على عرش الكرة العربية ولاعب القرن. مبدع وطموح، تعلقت همته مذ كان شابا بما وراء البحر الأبيض المتوسط، ليبدأ مشواره العالمي من مدينة الأنوار، ومنها لملاعب أوروبية كثيرة كانت شاهدة على عصر ذهبي لنجم عربي جزائري فنان مبدع. عزفت له في يوم من الأيام موسيقى الفادو أجمل الألحان. هو بلا شك عربي جزائري أبدع في مشواره الحافل على أرض المليون شهيد، توجه بمسيرة أوروبية عالمية توج فيها نجمنا بكل الألقاب، بطولات محلية وكؤوس أوروبية وقارية وأكثر، لكن تبقى حكايته مع أبرز أندية بلاد الفادو هي الأحلى. وحده الساحر الذي يعرف سر كرته الساحرة في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية، لتهبه المدينة البرتغالية الحالمة مجدا بقي خالدا. ولن أقول أكثر من هذا إلا في حضرة أمير الكرة العربية الذي يتربع اليوم على عرش جزيرة النجوم، فلنستقبل معا الأسطورة الجزائرية فتى بورتو المدلل وقاهر الألمان رابح ماجر. بروحي ودمي
ماجر أهلا بيك، سعداء جدا ويشرفنا استقبالك في برنامج جزيرة النجوم. تفضل لتتربع على عرش جزيرة النجوم الليلة. أهلا بك سعداء، وبالتأكيد هذا يسعد جمهور قناة الجزيرة الرياضية الذي تعود على ربح ماجر للظهور مجددا على قناتنا العزيزة. أهلا بك كابتن. أهلا بك وشكركم كثير على هذه الحصة. أهلين كابتن، هذا أقل شيء ممكن نقدمه في حق نجم، نجم كبير، نجم عربي عالمي، قدم الكثير لكرة القدم العربية خاصة، وبقي اسمه خالدا في تاريخ الكرة الجزائرية أولا والعربية والقارية وكذلك العالمية. كابتن، رحلة ماجر بدأت من أحياء العاصمة الجزائرية، هذه الأحياء العريقة، الأحياء الشعبية. أين تعلمت وصول الكرة ربما مع الأطفال وأنت طفل؟ ما هي هذه التفاصيل، تفاصيل القصة الكاملة وخاصة أحلام الفتى الصغير من خلال نافذة محل الزهور، محل الوالد الله يرحمه؟ والله يعني بكل صراحة يعني مشواري الكروي بدأ في الأحياء في حسن داي قبل ما نصبح في الملاعب العالمية، والحمد لله يعني كنت دائما نتمنى يوم الأيام نلعب في نادي كبير في الجزائر. ما كنت يعني عامل نفسي يوم الأيام نلحق إلى الملاعب العالمية، والحمد لله بدأت في الحي مع الأصدقاء في حسن داي ونلعب في الشارع، وبدأنا بعد نسمع يعني بعض الأندية تعمل مباريات لكي تختار أحسن لاعبين، وتوجهت إلى حسن داي في نادي بسيط وصغير وهو شركة الحليب اسمها ذاك الوقت أونالي، كان يلعب في الدرجة الثالثة، واختاروني كلاعب في هذا النادي ولعبت سنة. والسنة الثانية توجهت إلى ملحة حسن داي، يعني نادي كبير درجة الأولى وأنا في عمري 13 سنة، ممكن نقول يعني النادي الكبير الوحيد اللي لعبت فيه في الجزائر وهو ملاحة حسن داي. يعني لعبت منه من الأصغر حتى 82 بعد ما توجهت إلى أوروبا للاحتراف، وذكريات جميلة جدا مع ملاحة حسن داي وحققنا نتائج. ملاحة حسن داي مدرسة كبيرة كونت لاعبين كبار للمنتخب الوطني الجزائري، وأيضا هذه النهائي مع فريق تيزي وزو وين فزنا في النهائي هدفين مقابل هدف، وحصل الشرف نسجل الهدف الفوز. وهذه الصور كابتن ماجر التي تعود بنا إلى ذكريات فريق النهد وفرقة فريق ملاحة تحسين داي. مع كل هذه الذكريات كابتن، البدايات تحديدا بالتأكيد أنه تجربة فريق ملاحة تحسين داي في الدرجة الأولى مع شاب كان حلمه وطموحه أكبر بكثير من فريق ملاحة تحسين داي ربما. ماذا تعلم ماجر من هذه التجربة التي تعتبر احترافية طبعا الأولى بالنسبة لك بعد اللعب في حي حسين داي؟ والله يعني أنا شخصيا يعني عمري ما طلبت من الله تعالى أن نوصل لهذا المستوى. كما قلت كنت دائما أتمنى أن نلعب في الجزائر في نادي كبير وهو ملاحة حسن داي، ويوم من الأيام أصبح في المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب الوطني الجزائري فتح لي أبواب أوروبا وخلى